أما مسألة العرعور فيا ليتني مت ولم أكن مسؤولا، لسنا نادمين على ما جرى، فقد جرى بقدر الله، والحمد لله الذي كنت من أول الذي منادين ألا نخرج لما أعلم من بطشهم، وأول منادين بعدم التسليح، ولكن هكذا وقع القدر، رغم أنف ألف عرعور وألف إنسان وألف سياسي وقع القدر. ولم نحن الحمد لله لم ندعو إلى التظاهر، اثنين لم ندعو إلى التسليح، لكن فرض علينا فرضا وقدر علينا قدرا لا مفر منه، قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة قبل أن يخلق العرش. فليس بيدنا شيء، يعني انتهى الموضوعهم. فالسياسيون لا يحملوا فشلهم لغيرهم على العرعور وعلى غيره، هذا الرجل نطق بالحق وهذا الرجل، والله لم يعلمني المذيع بهذه الكلمة، يمكن لو سمعتها ما وضعتها، لأنه هذا الرجل يحملني مسؤولية كبيرة جدا، وهم يظنون حتى يعني يظنون أن العرعور بيده كل شيء، بأنه على العرعور كما قلت مرارا أنه يطعم كل جائع ويؤاوي كل ويأوي إلى كل ناس، إلى كل ناس أذهب إليهم وآويهم أو نداوي كل جريح أو إطعام اليتامى. هذه مشكلة كبيرة لا طاقة لي بها، لا طاقة لي البت. ولذلك ناديت إخواني من الداعمين من هنا وهم لم يستجيبوا، أسأل الله أن يهديهم أو يكف شرهم عن البلد والبيت. وهؤلاء معظم الداعمين فيهم غفلة الصالحين، وكثير من هؤلاء حد الطلب يجري الكذب على ألسنتهم، كما قال بعض العلماء الكبار من السلف الصالح، قال ما رأينا مثل الكذب على ألسنة الصالحين، مغفل بينقل الكلام بدون تثبت. وهؤلاء الداعمون كانوا سببا، أقول لكم كل صراحة، يعني هم حلوا المشكلة بل عقدوها، لأن كل واحد أراد أن يشكل حزبا وكل واحد أراد أن يشكل كتائب لصالحه عشان يكون لهم يد عليهم، وهذا سيلقون جزاءه عند الله. إنما هذول إخواننا ماذا أفعل لك معه؟ ناديته ما يفهمون، لا في عسكرية لا يفهمون، في كذا لا يفهمون، وبعضهم يدعم فقط كتائب، ربما تعمل كتائب سيكون لها مشاكل بعد ذلك. وأنا ما أدري هل أبدأ يعني بحملة إعلامية ضدهم، هم ما بيفهموا إنه هذا تفريق الدعم يفرق الصف، وتفريق الصف لا يؤدي، تفريق الصف لا يعني هو سبب من أسباب تأخر النصر. ما يفهم هذا، أنا مستغرب منه والله بعضهم، أنا ما بدي يعني أتصرف ألفاظ يعني يزدادوا له بعدا، ما يفهم هذه الأمور، ما يفهم خطورة هذا الأمر، وهم يعني بأفعالهم هذه يحولون سوريا إلى أفغانستان الثاني وهم لا يشعرون. خلاص هو يريد هذه الكتائب له، أو يريد هذه الكتائب أو كذا، لا يريد التنسيق. وأنا الآن أخاطب المحسنين وأنهم المحسنين، وأقول لهم يجب عليكم السعي لتوحيد الجمع، يجب عليكم السعي لتوحيد الدعم، وأن يكون لكل سوريا كلها، وحتى لو تعذر في كل سوريا للمحافظات على الأقل، هالمحافظة. وقلت لكم مرارا وتكرارا، العدو ينتصر علينا بسننه الكونية في بعض المواطن، سنن الله الكونية، أو باتباعه سنن الله الكونية، من الترتيب العسكري والخطة والأوامر العسكرية والقواعد القتالية. وهذا الجماعة وخاصة الداعمون لا يفهمون هذا الأمر إطلاقا. هو مجرد أيام رجل فاضل، رجل خطيب منبر حماشي، ما يفهم هذه الأمور ولا يفهم خطورتها ولا يفهم، ما عاش هذا الأمر، ما يفهمه، فاقد شيء لا يعطيه، ما يفهم.